بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، وكل عام وأنتم بخير. ربنا يجعل كل أيامنا أعياد. أجمل ما يميز هذا الوطن القارة التنوع والتعدد، فعاداتنا وتقاليدنا وطقوسنا مميزة طبعا بالتأكيد، ونعتز بها جميعا. سعداء أن نحتفي في هذا العيد بتراثنا الذي توارثناه جيلا بعد جيل. في أولى فتراتنا نتناول طقوس الزواج السوداني بكل تفاصيله القريبة والمحببة للوجدان ويكاد يمارسها الجميع. فألف مبروك لكل العرسان في هذا العيد وبيت ماله عيال. ومن قناة الشروق نشارككم الأفراح عبر هذا البرنامج، فمرحبا بكم، ومرحبا أيضا ضيفي العزيز الذي سيناقش معنا اليوم عادات وتقاليد والطقوس السودانية في الزواج، البروفيسور محمد عبد الله الريح، أحد المهتمين بالتراث السوداني. مرحبا وكل سنة وانت طيب. مرحبا مرحبا. عايزين في البداية بروفيسور أنه نتكلم عن المسألة بتاع طقوس الزواج السوداني برؤية تاريخية لها. شوف، برؤية تاريخية، نتكلم عن رؤية تاريخية. في وقت من الأوقات المرأة كان محجوبة عن الرجل، مجتمع رجالي ومجتمع نسائي. حتى في بيوت الأفراح كان النسوان لما يجن بيقبل على الحيطة، وبعدين الفنان بيغني سرور ولا كرومة ولا أي واحد، وتقوم واحدة اللي هي دي شيخة المجموعة تقوم تقوم بيت مثلا، فما بشوفوها إلا في الرقيص، بشوفوها كده شعرها نازل كيف، عشان كده هم كانوا بيوصفوا. والناس اللي بيقول لك مثلا الحقيبه دي الغنى بتاعها كله حسي ما حسي، هو دي الكاميرا بتاعتهم، دي الفيديو، ما في كاميرا فيديو يصور، عشان كده بيقوم بيصور يتحين الفرص. يعني يتحين الفرص، لانه المراه كانت يعني في محل براء وراي براء. طيب من هنا جاءت الطقوس بتاعت العرس، هذا يعني الجرتيك والايه 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 الحاجات دي. في حاجة مهمة الناس بيغفلوها كثير. أولاً أنت تخيلي إنه ليلة الزفاف دي أو ليلة الدخلة في حياة امرأة ما شافت رجل أصله ولا تكلمت معه ولا تكلم معه، ده يعتبر عيب إذا كان هو تكلم معه ويتكلمت معه، يمكن ما يدو ذاته. فعشان كده لأول مرة هي تفاجأ بالرجل، وهو يفاجأ يمكن يكون شافها، يعني عنده طرق البناء لكن هي ما عندها طرق الشبه أو كده، فتفاجأ مثلا في الليلة دي. إذا كان جاء رجل بكل القوة بتاعته بكل إيه والأشياء دي، ما لم تكسر الحدة دي فبيقوم شنو، هي لابسة لبس معين، الرجل عشان يكسر الحدة بتاعته بيقوم يلبسوا لك الحاجات، مثلا الهلال هنا، ويعملوا له البتاع الاحمر الكده ده، والضريره اللي هي طبعا فيها ريحه وفيها كده وفيها كده، وهو زاد يعمل له الكحول في عيونه، فبيقرب شكله لياهي، يعني بيقرب شكل الرجل ده للمراه عشان هي ما تفاجأ بمصيبه كده يعني دهماء دكماء هي ما عارفها. فالجزء الاولاني منه اللي هو جرتقه العريس دي عشان يكسر الحده بتاعته، عشان يقرب صورته للمرأة. عشان كده يقول لك شنو، مرات يقول لك انه المرأة حصلت لها كبسه، يعني عروسه اتكبست. يعني اذا ما عملته كده بيحصل كبسه للعروس. طيب يعني دي دائما بيقول في مساله جيرتك تحديدا. عايزين نعرف الحين، نعرف، يمكن في ناس يكونوا ما عارفين كبسه دي يعني شنو اصلا. يعني شنو كبسه؟ الكبسه هي صدمه. يعني عروس تحصل لها صدمه في عرس، يعني نساء لما في اول ليله بتاعت الزفاف بتاعه ندخل عليها الرجل، خاصه اذا كان من النوع الفظ ذاك، من النوع اللي وهي اساسا ما شافت رجل، بتخاف، وفي ذهنها الكلام الكثير اللي بيقولوا لي عن ليله الدخله دي والاشياء دي، وبعدين هو ذاته في ذهنه الكلام الكثير اللي بيقولوا له زملاء وكده، والسلوك المفروض انه يسلكه او حاجه زي دي، فدي بيخلق كونفليكت، بيخلق يعني تصادم. تقوم مره تصطدم، الصدمة تظهر عليها في شنو؟ يعني مثلا ضربات قلب تزيد، الادرينالين بتاعها زايد، مثلا حصل لها دروب في ينزل تنزل الضغط بتاعها، تعرق، حاجات زي دي، يشيلوها مثلا غمرانه زي كده، يقول لك اتكبست. اتكبست لانه في جرت القبيل ما عملوا الحاجات الكده كده دي.
ولذلك المرأة بيفرض على الرجل انه في الظروف دي انه يلبس لبس معين, وإلا حيكبس المرأة, المرأة حتتكبس. فأنا أفتكر انه دي العادة دي بالذات جات من تجربة طويلة, ويمكن قد يكون لها أصول, يعني أصول فرعونية مثلا أو أصول في الحضارات القديمة, إنه الرجل عشان يتزوج المرأة لازم يجرتك يبقى شكله ذاته زي شكل المقرب, يعني مقرب لي شكل المرأة نعم. عشان هي تقبله, يعني ما يحصل ممكن فعلا, يعني كثير من الناس يعني حتكون بالنسبة لهم معلومة جديدة إنه قد نكون بنعمل كلنا في بعض الطقوس ونستمتع جدا بمشاهدتها حتى, لكن ما عارفين أصولها هي شنو وليد عمل المسألة بتاعت إنه الراجل يجرتك وتعمل له ويلبس بعض الإكسسوارات. بما نحن بنقول إكسسوارات, إذا عايزين نعرف شوية إكسسوارات الجرتك اللي هي الخرزة والهلال بالنسبة للرجل, الخرزة الزرقاء والحريرة والمسائل دي, يعني شوي نتكلم عنها ونشوف إنها هي أصلا أصولها من وين. ولدرجة إنه مثلا يعني البيت أحيانا بخدت لها بيجيبوا لها عتلة, عتلة قوية جدا تقيلة جدا بخدتوها عشان البيت تكون راسية وتقيلة يعني يخدتوها لها تحت عشان تكون مثلا دي في نفس الغضة بتاعت الدخلة تكون في عتلة كده مخطوطة. دي إشارة إلى أنه مثلا البيت تكون تقيلة وراسية, ما تكون يعني خفيفة كده ولا فيفة وحاجة من النوع ده. وده إسقاط بتاع سلوك معين عند العائلة أو عند المجتمع في الوقت ده عشان الأمور تمشي تمام بين الاثنين وكده. فأنا أفتكر أنه يعني أجرتك وبعدين بكل تفاصيله دي الاكسسوارات وتفاصيله, بعدين لاحظ الخمرة الريحة بتاعت الخمرة دي, ما هي أصو في المخ في مراكز بتسجل, فكتر التسجيل بتاعين الخمرة دي تعني شيء معين وتعني يعني قبول معين وتعني يعني تعلن عن الدخول في مرحلة معينة. فأصبحت لما الواحد يشم الريحة بتاعت الخمرة دي ترتبط بمثلا يشم الريحة بتاعت الدخان بتاع الدخان مثلا وكده, طوال ارتبطت في أذهاننا وأذهان الأجيال الموجودة بسلوك معين. نعم, احنا يمكن حنفصل في كل هذه الجوانب وخاصة موضوع الاكسسوارات ما علقت عليه وبروفيسور يعني نتجاوزه الآن لنشاهد مع بعض احنا ومشاهدينا طبعا بالتأكيد حنشوف محطة هامة جدا وهي حنة العريس, نشوف الطقوس شنو اللي بتكون في حنة العريس ونرجع نعلق على كل معنا مشاهدينا ونتابع. الليل الليل العديل والزين الليل العديل ويا رسول الله, الليل العديل والزين الليل العديل ويا رسول الله, الليل الليل العديل والزين الليل العديل ويا رسول الله, مشكور في الفريق لا بيت ولا بيتين, مشكور في الفريق لا بيت ولا بيتين, لعب القمار لا جرب الخمرة, الليل الليل العديل والزين الليل العديل ويا رسول الله, الليل العديل والزين الليل العديل ويا رسول الله, الليل الليل العديل والزين الليل العديل ويا رسول الله, من قوم تجهل من قلبي بيتمنى, من قوم تجهل قلبي بيتمنى, من بعد العريس حجة وكمان عمره, الليل الليل العديل والزين الليل العديل ويا رسول الله, الليل العديل والزين الليل العديل ويا رسول الله, الليل العديل والزين الليل العديل ويا رسول الله. ¡Gracias!
يمكن تابعنا مشهد من المشاهد الآن بمثل حنة العريس، يمكن في كثير من الأشياء يعني المشهد اللي شفناه ده يحاكي حنة العريس، لكن في تفاصيل كثيرة إحنا بنشوفها يمكن في الحنة الحقيقية للعريس اللي هو يعني أصحاب العريس بيحننوه مجموعة من الشابات اللي بيكونوا موجودين، في مشاهد أخرى يعني. أيوة صح تمام، هي أنت قلتي يعني أخذت جزء عشان العرض يعني وكده، هي عادة بتكون فيها جوة كبيرة، بيكون فيها ناس كتار داخلين في القصة، حتى كمان يعني أصحاب العريس ذاتهم بيتحننوا. أيوة. فجايز الحنة دي بالنسبة للرجل، يعني أنا هسه لو اتحننت ومشيت في الشارع ما مقبولة يعني، إلا إذا كان بيفتكروا إنه أنا مشان زوجته. أيوة. وحتى لو زوجته بعد السن دي مفروض أنا أتحنن، يعني الحنة دي مفروض تكون للناس أول مرة يعني، مش سكند هاند ولا سيرت هاند وكده في الزواج وكده. الحنة انت لاحظي انه يعني النقوش اللي بتتعامل فيها طبعا اختلفت كثير من الزمان القديم ذاك وبتاع، لكن هسه الحنة الرجل لما يحننوا يده مثلا ويعملوا الحاجات دي وكده، هو بتبقى يده زي يد المرأة اللي هي برضو محننة يعني. فانت نفس النقوش اللي هنا شلتها مثلا خديتها للمرأة، وان كان هسه طبعا في حنانات وبقت عندها يعني تكنولوجيا مختلفة وبقت كده يعني قديما كانت حتى الحنة متشابهة بين الرجل والمرأة، بين الحنة كانت متشابهة بين الرجل والمرأة يعني يحننوا الرجل ليلة حنة الرجل، بكرة حنة المرأة، الليلة حنة الرجل، عندها طقوس برضه معينة بيجوا الناس بيذبحوا، وعندهم يعني ليلة فلان بيحننوه في بيت أمه كويس، وبعدين العروس مثلا بيحنوا الليلة حنة العروس والجيرتي وكده، المجتمع داك بتاع العروس والجيرتي وكده بيحضروه صحباته بس، ما بيحضروه الرجال مثلا وكده، دي هنا بيحضروها كل الناس. وبعدين بالنسبة للعائلة بتصبح إعلان عن إنه ولدهم يعني زي الانيشيشن كده بالنسبة للدول الأفريقية دي، إنه خلاص ولدهم وصل المرحلة بتاعت الزواج وامتداد الأسرة وكده. فحتى الأغاني ذات اللي بتتقال في القصة دي. مشاهدينا الأعزاء فصل قصير نعود بعده لنتواصل، كونوا معنا. طيب بروف يمكن يعني حنرجع تاني لمسألة الإكسسوارات، مهم جدا نعلق عليها، يمكن قبل ما نستمع الأغنية كنا قلناها يعني بعضها مسألة الهلال وقلت الأسباب إنه يقرب صورة المرأة، لكن الخرزة الزرقاء ودي برضو لها علاقة زي ما أنت ذكرت إنه في كثير من الطقوسية لها علاقة بالمسائل الفرعونية، ودي باعتبار إنها تطرد الشياطين الجعران مثلا. نعم. الجعران اللي بيعملوا من الكوارس ده بينحتوه طبعا شكله الأخضر ديه، وبعدين عندك مثلا يعني الهلال كويس، الهلال ده أصله يعني ما تحيز الهلال ولا المريخ ولا كده، لكن الهلال كرمز في الإسلام أصبح هو رمز للإسلام، أصبح رمز للدولة المسلمة. حتى لو شفتي في العلم التركي، العلم التركي فيه هلال وعلى خلفية حمراء. العلم دي من وين في تركيا؟ لما حصل حرب بين الأتراك وبين اليونانيين، والأتراك ضربوا اليونانيين، قتلوا يعني اليونانيين ديل في بحرية، ضربوهم ضرب شديد جدا جدا، ودماء سالت في الوقت ده كان في هلال. الهلال ده صورته انعكست في الدماء، دماء الناس، منها قاموا الأتراك عملوا العلم ده، عملوا العلم بتاعهم الهلال، فجأة واحد شافه منعكس في صورة بتاع دماء الناس وأصبح الخلفية الحمراء دي والهلال اللي هو رمز كده، معناه يعني نحن بالإسلام وده رمزنا وكده، زي ما المسيحيين عندهم الصليب الرمزي بتاعهم. فالهلال ده هنا ك يعني نقول عليه انه ايقونه مثلا، او الهلال مثلا كرمز يتعمل من الذهب
ويتعامل بنفس الشكل ده، وبعدين يتلبس هنا للولد في الطهور يلبسوه، للرجل لما يجي يتزوج. عشان كده بقول لك عز الرجل في طهوره في عرسه، وفي الاثنين بيعملوا لهم الحكاية دي. آي بعدين تجي مثلا هنا الحريرة، الحريرة مثلا الحمراء دي اللي بيربطوها عادة الناس، أنا اللي بيست حاجات زي دي موجودة في الشارع الناس هيستغربوا جدا جدا، يعني هي مرتبطة بمسألة آي محددة، لكن يعني يقبلوها يقبلوها. لو أنا قعدت في العنقريب بتاع السبات ده وفيه المفرش بتاعه اللي هو من البرش الجميل الزعف المعمول دي، قعدت فيه وكان عيني محننات ويديني محننات وكده، يقبلوا القصة دي جدا. هل عندك دلالة معينة مسألة الحريرة؟ ويمكن خلفنا كمان في الرحط، يعني هو الآن معنا في الديكور، يعني جزء من الديكور برضو عنده تفاصيله في مسألة العرس وأهميته الكبيرة. الرحط طبعا دي هسه اختفى طبعا، ما في حاجة اسمها الرحط، لكن يقول لك قطع الرحط. قطع الرحط ده واحد من الطقوس اللي هي خارج إطار، يعني مثلا الليلة مرة لابسة رحط في حالة عادية ما مقبولة، لكن عندها اللاونسين يقبلوها هنا، يقبلوها في الوضع ده لأنها هي دلوقتي منتقلة للعيش بتاع زوجية. وده بالذات طقوس ما أعتقد أنه لا أي علاقة بالإسلام، لأنك لو أنت طبقت عليها المعايير الإسلامية هي خالص تلقينا منافية جدا للإسلام. والرحل كان زمان بيعملوه بطريقة بتاعت بتاعت دي هو يعني خلفك مباشرة، خلف مباشرة أيضاً. لكن بيكون يعني غزير جدا، يعني أي حتة فيه بيتغطي حتة تانية، يعني ما بيكشف حاجة. فالعريس على أساس إنه هو دلوقتي داخل على حياة جديدة وداخل على كده، بيقوم يقطع مثلا منحة رمزية بيقطع له سبعة ولا حاجة زي دي ويقطعون، وبعدين يقوم يدعهم كده في البنات اللي بقع فيها نايدة معناها حتتزوج وكده، زي حكاية في الكنيسة لما يجوا شايلين البتاع بتاعت الزهور ديك وتقوم العروس ولا العريس يدعهم البوكي. برضو البوكي ده يقع في الناس. فأنا خيال لي في جزء من العادات اللي هي اترشحت يعني فلتر كده بمرشح، يمكن هسه الان استعاضوا بمساله السبعه اجزاء من الرحط بدعوها في، يمكن الان بقوا يعملوا حلاوه، العروس او العريس بيشيل حلاوه او على حسب الحاله المجهزه يعني ويرميها على الحضور، واللي بتجي عليها هي بتكون من المحظوظات يعني من المحظوظات هاي. طبعا العادات دي ذاتها يعني من وقت لاخر بيتغير، لكن في الأساس في وضعها المقبولة فيه، يعني في المجتمع اللي هي مقبولة فيه، ده مجتمع يعني عنده حيز معين زماني ومكاني. يعني مثلا ودرد لما قال الطابقة البوخة، الرمية بتاعته دي الطابقة البوخة، قام نديه هتف نام من الدوخة ايده عقباه كويس جدلة مملوخة وفي معلقة جوف موسم مجلوخة. دي صورة كاملة لمعايير جمالية، لمعايير جمالية في ذلك الزمن لبيت طلعت من الدخان. أنا دائما بقول للناس يقولون طابق البوخة نام من الدوخة، طبعا هيدوخ. ليه؟ لأنه استنشق كمية من ثاني أكسيد الكربون بتحصل للناس اللي بيطفوا بتاع الرجال المطافي، بتحصل لهم بيسموها سموك انهيليشن. يعني هو استنشق كمية من الدخان لدرجة إنه داخل دخ. بعدين نام من الدوخة، بعدين قام نديه هتف، نديه هتف يعني مع العرق. طيب دشنو معناها السخانة جوا الجسم عشان يتخلص من السخانة بيرطب نفسه، بيقوم بيرطب نفسه. الدم بينقل الماء لبرا، الماء ده لما يتبخر الجسم والبيت الطبقة البوخة دي لو كانت تلتتها كان ماتت يعني قطعا كان حتموت، لانه استنشقت كميه كبيره جدا من ثاني اكسيد الكربون وكده. فهي زي الساونا، نعم.
هسه الناس طبعا دخلوا في الساونا وكذا استعاضوا بمسائل اخرى يمكن. احنا حنواصل اكيد ومعانا محطه اخرى يعني وقفه اخرى مع التراث السوداني والنماذج اللي اخذناها نشوفها ونرجع مشاهدينا نتواصل. شاهدنا نموذج الآن بيمثل جزء من الجرتك السوداني برضو وفيه القرمصيص مهم جدا في الحالات الزي دي. عايزين نعرف القرمصيص ودلالاته شنو بروف؟ طبعا القرمصيص أسعى أنا اللي بيستا تعب تعب القرمصيص دي مشيت بها مثلا في الشارع أو عملت لي جلابية من القرمصيص أي زول هيستغرب وينظر لي نظرة تانية يعني لانه القرمصيص ده اتحصل. لكن اذا انا عريس لبسته ما في ما في ما فيه حاجه لانه هو مربوط بس بال هل عنده دلاله مهمه جدا لانه يعني بلاحظ مهما كان الشيء اللي بتجي للعروس بسيطه على بساطتها لازم يكون هو عنصر اساسي جدا فيها. ايوه لانه حرير يعني عنصر الحرير ده ما دي العناصر النفيسه كلها الحرير والذهب والعطور والاشياء دي كلها دي بتكون يعني جزء من الديكور بتاع الحفله وبتاع الحاجه. انت بتلاحظيها هنا لاحظت العروس قاعده كده ساكته سايله ما في اي تعبير ولا ابتسامه ولا حاجه ده ما مفروض شايفه ما مفروض تبتسم ما مفروض توري انها هي فرحانه بالقصه دي مع انها جوه تلقاها يعني مبسوطه جدا ما مفروض تعمل اي حاجه من النوع ده لانه ده يدل على لفافتها لو قامت كده. فهي بتكون قاعده كده تجم كده وكل ما تتجمت كل ما كانت يعني مكانتها كويسه وانه بتناس فلان والله راسيه وبتناس فلان والله يعني رزينه وكده. بعدين تلاحظي كمان ما في منافسات يعني هو في الزوج بنت عمه ما في بنات عمه تانيات وفي بنات خواله تانيين وكده فبيقوموا يعني بيكونوا بيلاحظوا ملاحظات دقيقة يعني دقيقة جدا انه العروس دي كانت يعني ملهوفة على العريس ده محرم ما لازم توضح انها هي ملهوفة على العريس ده وما لازم. بعدين يا اخوانا دي انا افتكر دي الشيء اللي انعكس على الثقافة بتاعتنا كلها. ومن الاشياء الغريبة اللي انا لاحظتها في العلاقة كلها من اولها لاخرة يعني المرأة في وقت من الاوقات يعني يمكن امك ما بعرف امك يمكن حبوبتك ولا حاجه دي ما كانت بتقول اسم راجله ابو فلان ابو فلانه
كده ما بتقول الاسم بتاع راجلها، عيب انها تقول الاسم بتاع راجلها، انها تنطق الاسم بتاع راجلها. فعدد كبير جدا من يعني حبوباتنا ومعادنا وكده يا ابو فلان يا ما بعرف شنو يا كده، لكن ما كانوا بيقولوا اسم الرجل صراحه. نعم، نرجع لطقوس الزواج مره ثانيه بروف. كثير من الناس بيمشوا في بعد العرس، يعني بعد ما تتم المراسم بتوجهوا يعني خاصه الناس اللي ثقافتهم هم على ضفاف النيل، بيتوجهوا للنيل مباشره تبركا. ايوه، بيتوجهوا للنيل تبركا. وطبعا زمان كان النيل ده ما بيهبوا له واحده عروسة النيل زمان الفيضان وكده عشان يفيض ولا امتنانا بالفيضان. كان زمان هم يعني بيمشوا وكده، لكن دي هسه ما معناها كده، معناها انه النيل ده اللي هو مصدر الحياه ده الناس يمشوا. والنخل، لاحظ جرايد النخل والنيل، المويه، اللبن برضو هو يبخها باللبن ويطبخه، يعني شغلانية دي. وبعدين النقطة اللي بيعملها من هنا كان من اللبن، كان من شنو، كان من شنو، دي كلها يعني طقوس جات من البيئة ذات الموجودة فيها الناس. فالبيئة الناس حاولوا يستفيدوا منها، يدخلوها في موروثهم. إذا أنا مثلا في زمن من الأزمان بمشي بهدي بيت من بناتي أو أجمل البنات تهدى للنيل، على أساس أنه النيل ده كيان بيشعر بأنه نحن اديناه أحسن ما عندنا، ويقوم بعد ذاك يفيض، ويقوم بعد ذاك يجيب الخير وده امتنان والشكر وكده، يعني للقصة دي. أنا ما ممكن أمشي مثلا أهدي له زوجتي مثلا، لكن إذا تكون زهجان منها مثلا إذا تكون زهجان تبي زويرة تزور هناك وكنوع من التبرك يعني. والماء دائما بيتبركوا من مي زمزم. يعني اعتبارا من مي زمزم الناس بيتبركوا بالماء ويعتبروه جزء منه. هسه اللبن انا ما اعرف العاده دي هسه مستمره ولا لا. مستمره، حتى احنا يعني حنشاهدها في في المنظر، واحد من المناظر اللي تسجلت في لبن اساسي فيها، يعني في القصه دي. نعم، يشرب هو من الكوبايه وهي تشرب الكوبايه وبخا باللبن وحاجه. يمكن في بعض الناس بيقولوا يعني انت بيتفقوا العريس والعروس قبلها، يعني انه لا ما في داعي للحكايه بتاعت بخا النيل اشربه وخلاص. طبعا لانه البودر والبتاع الحياه دي لو بخا تبقى كارثه، حيشوف الواقع على طول، تبقى كارثه كبيره. طيب احنا حنشوف بروف مشهد ونرجع ان شاء الله نتواصل. مشاهدينا تابعوا معنا. يمكن تابعنا فعلا المشهد بتاع اللبن، بخ اللبن زي ما ذكرت بروف. تعليقك على المشهد؟ هو بعد اللبن حقه يعملوا فيه بخاخات، بدل يشيلوا في خشمه ويبخها به يشيلوا في بخاخه، وبعدين مواكبة عشان تكون الكميه. هي هسه طبعا ملت خشمه لبن وبخت الراجل ده اللي هو عريس شخصيه، بدنا لك عريس شخصيه. فالعريس الشخصية انتهت يعني من الشخصية في الشغلة. لكن الحاجة الغريبة في الموضوع ودي بالناس، وحتى لو كانت تمثيل ولا كانت بتاع
لكن دي القصه اللي بتحصل. يعني تلقي مثلا هي شوفي جامده كيف نعم ما تحرك اصله لما ادوها اللبن شالته كده وراحت كأداء واجب يعني كأداء واجب وبتاع وراحت كبله في وشه كده وبتاع راي العريس الشخصيه ده. فاللبن طبعا لانه الانسان نفسه عايش عليه والطفل من صغير برضع من لبن امه كده. فاللبن برضو من الحاجات البخيته من الحاجات اللي بيتفاعلوا بها الناس. يعني انت الليل لو حلمت انك في حته كده خضراء معناها انها كويس، لو حلمت بانه في لبن في معناها في خير ومعناها في وفره معناها في حاجه زي دي. فاصبح ده من الحاجات اللي دخلت. وهو اصل الزواج شنو؟ ما هو اوفر اكسبتنس قبوله يعني عرض وقبول. مثلا قال لك قبلت ان ازوجك مثلا انا هنا قبلت ان ازوجك بنتي كده كده، تقول انا قبلتها كده خلاص انتهى. يعني في الحته دي انتهى خلاص الشغلانيه. بعد كده الاشياء دي كلها دي اكسسوارات زيادات ساكته بيجيبوها الناس ويجيبوها كده. يعني من لحظه العقد انت اصبحت زوج وهي اصبحت زوجه، ومن هنا ممكن تسوق وتمشي. لكن اصبح هنا في شغل ثاني اللي هو، وهنا حصل الاشهار وحصل كل الاشياء اللي بتاكد انه مثلا خلاص ده زواج مكتمل. لكن بروف يمكن المساله الباقيه دي متعلقه بتراثنا وبرضه له علاقه بالتفاؤل. اذا ما عملت العريس والعريس ما عملوا الاشياء دي او الاسرتين ما عملوا التفاصيل متعلقه بالتراث دي ممكن يكون في مشكلة زي ما انت ذكرت بتكبسوا او عندهم اعتقادات يعني راسخة ما ممكن ابدا انها تتغير. برغم من انه الان يمكن شوية يعني المتمسك بجيرتك بيعملوا مع حذف بعض التفاصيل من هنا وهناك يعني. ايوه هو هسه طبعا في حذف يعني لبعض الاشياء واضافات لبعض إضافات الاشياء كمان. وكده لانه حتى الشكل العام وما قبل الزواج ترتيبات ما قبل الزواج يعني اصبحت تسيب تاخذ شكل ثاني. في بنات مثلا يمسكوهم يخلوهم في البيت فتره طويله عشان يسمنوا يعني هسه بقت تنحف لو هي سمينه تنحف هسه بقت تنحف. لكن كان مفروض زمان 40 يوم يشربوها موصه ويشربوها كده عشان تكون هي يعني، لانه القضيه بالكميه هنا ما بالنوعية الكمية كوانتيتي. حتى ده قال له يعني نحن اللي بيعرسوها بكده نحن والله في زماننا مرة 30 ريال الحمار ما يشيلها. فهي أصبحت عملية بتاعت فالعروس زمان بيقعدوها فترة طويلة. بعدين الدلكة لاحظي موضوع الدلكة ده هسه بيسموه التقشير. يعني تلقي حاجات صغيرة كتير مكتوبة في هنا هنا للتقشير ولشنو بعرفوا البشرة والبتاع والحاجة زي دي. واسو الجلد من برا الخلايا دي بتموت، فالدلكة بتقوم بتعمل العملية بتاعت التقشير دي. وبالروائح والعطور بتاعتها اللي هي بتمتصها الجسم ما في حاجة كيماوية ولا في حاجة كده من النوع ده، فمفيدة بالنسبة لترطيب الجسم بالنسبة لأنه الجسم ياخد اللون بتاعه الطبيعي ما في لون تاني غير كده. هو هي طبعا بتجي المرحله ما بعد استخدام الدخان اللي هو برضه ده شيء اساسي، هو المرحله اللي بيتلي الحته دي عشان تطلع يمكن كثير من المعلق في البشره من اثر الدخان. احنا هنواصل اكيد معك بروفيسور ان شاء الله، ولسه عندنا كثير من النقاط ما تكلمنا فيها الهامه جدا في موضوع التفاصيل تقاليد وطقوس الزواج السوداني. لكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا نعود لنتواصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء، كل سنة وأنتم طيبين. مرة ثانية نتواصل معكم في فترتنا اللي بتتكلم عن طقوس الزواج السوداني مع بروفيسور محمد عبد الله الريح أحد المهتمين بالتراث السوداني. بروف إحنا والمشاهدين حننتقل نشوف مادة ونرجع إن شاء الله نعلق على كل معنا مشاهدين. See you.
يمكن الأغنيات اللي استمعنا لها بروف هي في الغالب بيتغنوا بها في رقيص العروس، ومعروف إنه ده طقس مهم جدا كان في السابق، والآن يعني في بعض الناس متمسكين به مع إضافة كثير من الإضافات الجديدة. هو المتناقضات الموجودة يعني كثيرة. أنت لاحظتي إنه كده في الديكور الموجود هنا ده، والحاجة في الحب ده من الحياة الأساسية، وفي شمع حتى لو في أنوار في شمع برضو. أيوه. وبعدين في البخور، بعدين في الدلوكة. الدلوكة دي الإيقاع بتاعها ده بيزبط كل القصص الموجودة دي. نجي لموضوع بتاع رقيص العروس. رقيص العروس في وقت من الأوقات كان إنه الناس عشان وكان بيحصل في أضيق نطاق، يعني وسط الحيشان كده في البيت في أوضة كده بنات، ويمكن أقرب الأقربين أو العريس ذاته وأهله بسيطين جدا بيحضروا الرقيص بتاع العروس. رقيص العروس بكل المقاييس ليس له علاقة بالدين أصله، ده طقوس يعني زي الزمان ديك الطقوس بتاعت الرومان والطقوس بتاعت يعني اللي يجيبوا المرأة مثلا يوقفوها ولابسة لبس يعني بأي حال من الأحوال ما بيكون مقبول في ظروف غير دي. الحاجة الغريبة في الموضوع تلقي بنت كانت تعلمت تعليم كويس جدا جدا، درست ثانوي، درست الجامعة، وربما فوق الجامعة والجامعة فوق الجامعة، وعلى يد معلمين كبار جدا جدا، وعمل الدكتوراه. فكأنما تعليمها ده كله ناقص، محتاج لواحدة تجي تعلمها 10 رقصات ولا حاجة بشكل زي ده، تجي تمسكها في البيت الدكتورة اللي هي عاملة دكتوراه وتعلمت على يد أشهر البروفيسورات، لا محتاجة لواحدة من النوع ده تجي تعلمها الرقيص وكده، وتكون دي ودي يعني فيلم ودي يعني برنامج طويل جدا، يجي يعلموها تاني من جديد تتعلم القصة دي. فأنا بفتكر أنه يعني نحن التراث دي ما حننظر له وهو يتهلهل من أطرافه، لأنه هسه التراث بيجي يتهلهل من أطراف، وأطرافه دي بيجي تيجي عليها مؤثرات تغزوها مؤثرات ضارة، يعني ما مؤثرات كويسة، ومؤثرات بتضيف عبء كبير جدا على العوائل. يعني الرجل دلوقتي إذا كان يتزوج بنته ولا حاجة زي دي، شوف القروش اللي بيصرفها، فطور العريس فطور تفاصيل استقبال الأول وثاني وثالث، يعني حاجة من النوع ده. بعدين في ناس يعني الولد من صغير ودوه بالعربية المدرسة، جابوه من العربية المدرسة، اتخرج أبوه ساقه ومشي لقى لي شغل شغاله، يزوجوا سكنوا معاه فوق في العمارة، ينادوا يجي يتغدى هو مرته، تعالوا الغدا. شوف يعني كوتشين عملية بتاعت إنه الولد ده يظل في حالة بتاعت رعاية ورعاية ورعاية، وهو راجل كبير يعني. بعدين ده لما يعمل أسرة هل هو حيرعى أطفاله ديل؟ هي كلها المشكلة شنو؟ المشكلة إنه المسافة بيننا نحن وبين أبهاتنا كانت صغيرة، المسافة بين بيننا نحن وبين أولادنا مسافة أصبحت طويلة. ففي الفترة دي في القصة دي المحل المسافة الطويلة دي دخلت أشياء هل هلت التراث من أطرافه. إذن بروف إحنا يعني خلال هذه الفترة مفتوحة حاولنا إنه نتعرف على تاريخ تراثنا السوداني وبعض الطقوس اللي إحنا ما كنا عارفين إنه ليه الناس متمسكة بها إلى الآن، وبرضو تناولنا حاجة مهمة جدا المستحدثات والمستجدات اللي في غالبة بتكون سالبة على تراث السوداني، خلته إنه زي ما أنت ذكرت تعبيرك كان تهلهل من أطرافه. كيف إنه إحنا ممكن نحافظ على تراثنا السوداني، وإحنا وصلنا لختام هذا اللقاء في عجالة، كيف نحافظ على تراثنا السوداني، وكيف نقلل من التفاصيل اللي أنت الآن كنت بتتكلم عليها تكون عبء على أهل العريس وكمان عبء على أهل العروسة، وهي في الآخر وكمان عبء على المجتمع، لأنه بتخلي التانين ما قادرين يعملوا زي ما في بعض الناس ظروفهم الاقتصادية سمحت ليهم إنهم يقوموا ببعض الأشياء أو إدخال بعض المستجدات على الثقافة السودانية. نرجع لك مرة تانية تدينا تلخيص نهائي كيف نحافظ على تراثنا السوداني. هو من يتخذ القرار بالمشكلة، هل بيتخذ القرار هو المرأة ولا الرجل ولا البيئة اللي هم عايشين فيها؟ وليه ما يكون في بعض المبادرين؟ المفروض إنه
أول حاجة يكون في توعية. دي من الشيء المهم جدا إنه يكون في توعية. ثانيا الناس ذاتهم يجوا لنوع من الاتفاق زي ما بيتبقوا أسعينه البيكا يكون يوم واحد مثلا أو في البيكا مثلا يقدموا فتة ويقدموا شنو بعرف. الناس يكون في وعي عام هنا يرفض الشيء الحاصل ده البزخ الكثير الحاصل ده يرفضه رفض تام. والمؤثرات اللي بتجي من برا دي يحاولوا يقللوا منها يعني. اللي انت بتشوف في بعض الأعراس وبتشوف في بعض الحاجات يعني في فرق بتكون مستجلبة من برا بتجي فرق من برا مثلا في وقت اللي هو الناس يعني بيعانوا من مشاكل كثيرة جدا فأنا بفتكر إنه اللي بيتخذ القرار منه إذا كان هي مجموعة من النساء اللي ما عندهم شغلة يعني ما مشغولات بحاجة إلا بأنه الليلة فلان جابوا لها توب فلان وفلان نايم مشى أبو ظبي جاب شنو فلان مشى أبو ظبي شنو ديل هم اللي بيصيغوا وبيقرروا شكل الزواج اللي بيكون كيف شكله دي مشكلة كبيرة جدا. إذا كان الأزواج اللي بيتابعوا زوجاتهم وينصاعوا لهم في القصة دي يبقى هم ما عندهم رأي في الموضوع ويمشوا. وإذا النوع اللي بيقول لك يعني طوالي أحسن والله إحنا ما عندنا بيلعبوا بها إحنا ما عندنا بيت يعني بنهملها إحنا بيتنا لازم يلبسوها كمية من الدهب وكمية من الحاجات وكده. مين اللي بيتخذ القرار؟ المجتمع ذاته أصبح فك القرار بتاعه لجهات غير مسؤولة يعني غير مسؤولة أخلاقيا غير مسؤولة اجتماعيا غير مسؤولة حتى يعني من نواحي تانية يعني اقتصاديا غير مسؤولة لأنه أنت مفروض تبعزق حتى لو عندك قروش يا أخي مفروض تبعزق الثروة دي في شيء لا يفيد. بعدين تحصل تقول للناس شنو عايز تضرب مثل للناس تقول لهم شنو عايز تقول لهم مثلا عندك قروش عارفين انك عندك قروش الناس كلها عارفة انه عندك قروش كثير جدا وممكن تعمل اكتر من كده ممكن تسوق النازل بطيارة مني تودون كاليفورنيا تعرس لبنتك هناك في كاليفورنيا وتجيب كل فنانين كاليفورنيا يعمل بتاع ده لأنه ما حيكلفك حاجة هاي. لكن هنا أصبح في التزام زي ما في التزام نحو الوطن بيصبح في التزام نحو تراث الوطن. ونحن زي ما بنشوف انه يعني في شيء بشعور بالدونية انه الزفة المصرية مثلا احسن من الزفة السودانية احسن من القصة دي عشان كده الناس يعملوا زفة مصرية وده شغل بتاع الرقي انت زفوكي بشنو زفوني ومش والقصة دي حتى انعكست على طلابنا وطالباتنا اللي بيتخرجوا في حفل التخرج بتاعهم كل واحد شايل له شريط بدل يكون هو نشيد الجامعة اللي انت تخرجت منها او الكلية اللي انت تخرجت منها او شعارة لا انت تجيب هنا نانسي بتاع وما بعرف مين احنا وصلنا بروف لنهاية حلقتنا او لنهاية هذه الفترة المفتوحة. بنشكرك كثير على مشاركتك معنا لكن في الاخر هي رسالة انه نحافظ كيف كل واحد يكون مسؤول في داخله. اكيد هي ما مجموعة هتعمل الحكاية دي لكن اذا كان كل شخص عقد عزم كبير في داخله انه يكون محافظ على التراث السوداني وبرضه يحارب كثير من الاشياء والعادات اللي هي مستحدثه وتضر بالمجتمع ككل يكون هناك مسؤوليه داخليه في كل فرد. نتمنى ان شاء الله انه يكون هذا الامر ويرجع مجتمعنا السوداني حافظ على عاداته السمحه بالتاكيد. كل عام وانتم بخير. حاولنا من خلال هذه الفترة أن نبحث في تراث السوداني ونتعرف على ما خفي منه. نتمنى أن نستفيد من كل ما قدم ونتمنى أن نكون دائما قدوة حسنة في كل ما يتعلق بطقوس الزواج وكل ما يتعلق بحياتنا اليومية. حتى نلتقيكم مشاهدينا في فترة أخرى نترككم في حفظ الله وكل عام وأنتم بخير.